فرح اللي حروح سوا لمحطتنا التالية من صباحنا غير، حيث تنظم اللجنة الوطنية السورية للمسابقة البرمجية الجامعية بالتعاون مع وزارة السياحة والجمعية السورية للمعلوماتية النهائي الوطني السابع بمشاركة 62 فريق بمثله جامعة سوريا وأربع فرق و15 أيضا من الهيئة الوطنية للتميز والإبداع. المسابقة تأتي أيضا بدعم من الجامعة الافتراضية وجامعة دمشق وبإشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. أكيد رح نحكي أكثر عن المسابقة بنسختها السابعة. بصرنا أكيد نرحب مع بعض بالدكتور راكان رزوق رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلومات. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا أهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. خلينا نحكي شوي ونتعرف من حضرتك على تفاصيل المسابقة بنسختها السابعة للسنة. نعم، نحن اليوم عم نقيم المسابقة البرمجية على المستوى الوطني. الحقيقة المسابقة فيها أربع مستويات، هي المستوى الجامعي يعني مسابقة على مستوى كل جامعة، المستوى الوطني ومن ثم المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. هاي المسابقة هي تتويج لمسابقات تمت ضمن الجامعات. كل جامعة انتقت الفرق اللي بتعتبرها مؤهلة لخوض هذه المسابقة وقدمتهم لإدارة المسابقة. فاليوم عم يتنافس عنا مثل ما شفنا بالمقدمة 64 فريق تقريبا من كل الجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة للمعهد العالي والهيئة الوطنية للتميز. فالمسابقة كتير قوية خلينا نقول، والتنافس شديد، وبنهاية هالمسابقة رح نعرف مين الفرق المؤهلة لا تحمل اسم سوريا وتنافس فيه على مستويات أعلى اللي هي المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. طبعا تحضير هالمسابقة بياخد تقريبا سنة، يعني بداية كل عام دراسي بيتم إقامة ورشة عمل ومحاضرات تعريفية في الجامعات، منعرف الطلاب بهالمسابقة شو شروط الانتساب إلى مستوى التدريب المطلوب. فالطلاب بيجمعوا بعضهم يعني من يرغب طبعا ضمن فرق، كل فريق هو 3 طلاب ومدرب، وتبدأ عملية التدريب و يعني التنافس منذ اللحظات الأولى. فبناء عليها الجامعات طبعا بتنظم مسابقات مثل ما حكيتني شوي على مستواها، ومن ثم المسابقات التالية. ف يعني هالمسابقة إذا نحكي عن تاريخها شوي، نحن نعتبر بسوريا حديثين لحد هالنوع من المسابقات. الحقيقة بدت من الثمانينات، هي مسابقة عالمية وكانت ترعاها كبرى الشركات العالمية مثل IBM، مايكروسوفت، وحاليا جوجل وما إلى ذلك. الهدف طبعا من إقامة هالمسابقات إذا عم نحكي على المستوى العالمي هو التعرف على طاقات الشباب وخاماتهم وإمكاناتهم لاستقطابهم. بالنهاية يعني الشركات ما بتدفع مصاري مجانا، يعني حتى تستقطب فئة الشباب يكونوا من الفاعلين والعاملين لديها. نحن مشاركتنا بهالمسابقة تعتبر حديثة نوعا ما، نحن بدينا بال 2011 بتنظيم أول مسابقة وطنية، يعني بدينا ب 12 فريق على ما اذكر. نحن اليوم عم نحكي عن 64 فريق، بدينا باربع جامعات، اليوم 17 جامعه ومؤسسه علميه عم تشارك بهالمسابقه. اذا عم نحكي عن عدد الطلاب اللي عم يتفاعلوا مع هالمسابقه خلال العام، سواء من خلال التدريب او التطوع او التنافس، عم نحكي حوالي 2000 طالب او 2000 شخص بمجملهم. فاصبحت هالمسابقه بالحقيقه حدث مهم لطلابنا، بينتظروا من سنة لسنة حتى يثبتوا جدارتهم، يثبتوا كفاءتهم، ويتدربوا خلال العام ويتعلموا كيف يشتغلوا كمجموعة ويتقيدوا بشروط المسابقة. طبعا نحكي بعد شوي عن المهارات المطلوبة وكيف عم تساهم بتطوير حتى المحتوى الأكاديمي لبرامجنا التعليمية. أكيد، يعني دكتور مبارح كان الافتتاح وكاميرا الإخبارية طبعا كانت موجودة. خلينا نتابع مع بعض لقطات من الافتتاح مع زميلتنا ليا نحاس. اللي شايفينه اليوم هو النهائي الوطني السابع للمسابقة البرمجية. المسابقة اليوم عمرها بسوريا 7 سنين، عالميا 57 سنة.
جينا متأخرين عن مسابقة 50 سنة، بس ضمن 7 سنين حققنا نتائج كتير مهمة، وعلى الصعيد العربي نحن بالنسق الأول، وعلى الصعيد العالمي نحن بموقع متقدم على الدول اللي بتشبهنا. بعتقد أنه اليوم نحن معنا بالمسابقة نخبة الفرق السورية اللي تم انتقاء من حوالي 240 فريق، عندنا 64 موجودين هون بيمثلوا 17 جامعة خاصة وحكومية وهيئة التميز والإبداع والمركز الوطني للمتميزين. المسابقة هي مسابقة فرق، 3 شباب على كمبيوتر واحد ضد الزمن وضد مجموعة من المسائل، يفوز من يحل أكبر عدد من المسائل. مسائلنا مستقاة من الواقع، بتعلم الطالب الفكر التحليلي. المسابقة ابتدت في سوريا سنة 2011، يعني دي السنة السابعة من المسابقة. حقيقة المستوى والتقدم اللي حصل في 7 سنين اللي فاتوا دول فاق بعض الدول في الوطن العربي اللي شغالة بقالها 17 سنة في المسابقة. أنا دايماً فخور بالشباب السوري وبالإنجازات اللي بيعملوها. السنة اللي فاتت كان في 3 فرق سورية في المسابقة العالمية، وده ما فيش دولة حققت الكلام ده غير مصر يمكن اللي بقالها 17 سنة واللي جابت المسابقة للوطن العربي. أنا حريص كل سنة أجي عشان أشوف إيه الجديد اللي بيتعمل، كل سنة في حاجة جديد وكل سنة في تطور. الحقيقة هي مشاركتنا رقم 3 كشريك استراتيجي للمسابقة البرمجية الوطنية للجامعات. نحن بنشوف صراحة أنه هذا الموضوع هو أحد المحاور الهامة بما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات بسوريا، لذلك نحن بنحاول دائما نكون متواجدين فيها لندعم هذا الموضوع ونسلط الضوء على إبداعات وإمكانيات الشباب السوري، خصوصا اليوم أنه عم نشوف أنه هالنتائج هاي عم تنعكس بمراحل متقدمة على 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 المسابقات الإقليمية ويمكن العالمية، وبالتالي هي فرصة مهمة للعالم يشوف قديش الشباب السوري قدران قادر انه يتفوق ويبدع ويقدم كثير من المهارات اللي هي حقيقه فريده على 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 الساحه العربيه على الاقل. يعني مثل ما تابعنا دكتور بالتقرير، يمكن سوريا هي السنة الثالثة اللي بتشارك عالميا أو رح تشارك عالميا، وخبرات كثيرة سوريا دخلت هذا المجال وأثبتت حضورها، حازت على جوائز. كنا السنة الماضية كمان غطينا الجوائز واستضفنا المتميزين منها. خلينا نحكي هلأ باعتبار شو الشيء الجديد اللي عم تشتغلوا عليه لحتى خلينا نقول يترك نفس هاي البصمة اللي تركتوها بالسنوات السابقة. نعم، بالحقيقة مثل ما حكيت من شوي المسابقة حاليا استقرت في سوريا وأصبحت معروفة المعالم بالنسبة للمنظمين وللمشاركين اللي هن الطلاب. نحن عم نحاول نكمل هالمنحة هذا من خلال تدريب الفئة العمرية الأصغر على مواضيع بالبرمجة. الحقيقة في عنا مبادرة بالتعاون مع الجامعة الافتراضية لتقديم تدريب على البرمجة للفئات العمرية الأصغر، يعني عم نحكي على طلاب ثانوي واعدادي. طبعا امكانيه التدريب هون بدها تكون متناسبه مع المستوى العلمي للطلاب هذول، هن مؤخذين برمجه بشكل متوفر لدى طلاب الجامعات، فبالتالي بدنا نحاول نستخدم ادوات ابسط ولغات برمجه اسهل حتى يتعلموا على الاقل مفاهيم الخوارزميات ومفاهيم البرمجه ويقدروا يحلوا من خلالها برامج تتدرج بالصعوبه، او يحلوا مسائل عفوا تتدرج بالصعوبه من الشيء البسيط البسيط حتى المستوى الأكثر تعقيداً. هذا بده يدعم فرقنا الجامعية في المستقبل، لأنه بالحقيقة اللي عم نشوفه بالعالم أنه إعداد الفرق ما بيبدأ من مرحلة دخول الطالب للجامعة، بيبدأ قبل بكتير، والفرق اللي عم تحقق نتائج باهرة على مستوى العالم خاصة من دول مثل روسيا مثل الصين مثل الهند بعض الجامعات الأمريكية، بالحقيقة هذول الطلاب بدأ تدريبهم من سن مبكرة وليس من المرحلة الجامعية. فإذا نحن بدنا نحاول نكمل هالسلسلة هي ونحرق هالمسافات. تمام، بدنا نحاول نكمل هالسلسلة من خلال البدء بتدريبهم. طبعا في عنا نحن مشروع كتير مهم بسوريا هو الأولمبياد العلمي، وكان في قبله الأولمبياد المعلوماتي هو كان مخصص للأطفال، طبعا يدربون على لغات مثل سكراتش وهالمواضيع البسيطة.
اللي بتنمي عندهم قدرة التحليل والتفكير المنطقي وإيجاد حل لمسألة. بدنا نحاول ننمي هالموضوع وهالمبدأ في التدريب، بدنا ننشره على أكبر شريحة ممكنة. طبعا في مناهج لازم تنحط، في خطط تدريب لازم تعتمد، دور وزارة التربية في الموضوع أساسي، هن شريكنا الاستراتيجي فيه، وبالتالي بدنا مثل ما قلنا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لشبابنا وأطفالنا حتى يحتلوا المكان اللي بيستحقوه على المستوى العالمي. فيما يتعلق بنتائجنا بالحقيقة ذكرتي ملاحظة كتير مهمة، نحن خلال فترة التقرير اللي عرضته كان عم يحكي فيه دكتور جعفر مدير المسابقة والأستاذ فؤاد اللي هو المشرف من جمهورية مصر العربية، بالحقيقة يعني إنجاز سوريا في هالمجال يعتبر استثنائي، خاصة عم نحكي بفترة قصيرة 6 سنين وضمن ظروف استثنائية أيضا في سوريا. فرقنا حققت مراكز متقدمة تعتبر عالميا، لأنه الفرق اللي عم تشارك فرضا بالمسابقة العالمية بالحقيقة ما عم تتنافس مع فرق سهلة أو جامعات مغمورة، يعني عم يتم انتقاء 100-120 فريق من حوالي 3000 جامعة حول العالم. فبالتالي مجرد وصول الفريق لهالقائمة الصغيرة نسبيا من عدد الجامعات هو إنجاز، وتحقيقه مرتبة ولتكن قد ما تكون، يعني حتى لو اجت قبل الأخير بشوي هو كمان إنجاز آخر، لأنه بيكون بالحقيقة بيكون عم يتغلب بهالرانكينج بعملية التصنيف على جامعات كتير قوية وعلى فرق بيوصل لها سنين عم تتدرب. فهذا الشيء نحن بنعتز فيه. بهي المناسبة دكتور يعني بدنا من حضرتك كلمة تحب توجهها لكل الطلاب ولكل حتى يمكن تخبرنا أكثر عن المستقبل يلي ناطرهم. بالحقيقة أنا أولاً كثير فخور بشبابنا، بعتز فيهم، هن طلابنا وأولادنا، وبأكد لهم أن نحن مستعدين للتعاون معهم وتقديم كل ما بإمكاننا حتى أولاً نبرز مواهبهم وطاقاتهم حتى نقدر ننميها ونأمن لهم الفرص اللي بيستحقوها سواء بها المسابقة أو بمجال المعلوماتية بشكل عام، يعني بناء مستقبلهم بشكل الأمثل. فنحن بخدمتهم ونحن مستعدين لأي شيء بينطلب مننا وضمن إمكاناتنا اللي هي بعتقد لا بأس فيها. نعم يعني دكتور بختام حديثنا لليوم بدنا نتشكر وجودك معنا ونتمنى لكل المشاركين من الفئات العمرية المختلفة التوفيق. الدكتور ركان رزو رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، شكرا. أهلا وسهلا. بحيث بس كلمة ختامية باللقاء هذا، اللي عم نشوفه اليوم بسوريا من خلال المسابقة وغيرها هو تأكيد من شبابنا انه هن موجودين، هن مستعدين يبذلوا كل ما يطلب منهم من جهد حتى يقدروا يبنوا سوريا بالعلم، يبنوها بالاجتهاد، يبنوها بالتفوق، وهذا شيء بالحقيقة بيطمئننا ونحن فخورين كتير بإنجازاتهم. نحن دورنا أكيد نتمنى لهم كل التوفيق.